السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة توب بيزنس، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله غادي نعرفوا أسهل طريقة باش نكريو أولا باش نديرو بريد إلكتروني. أول حاجة كندخلو للموقع نتاع الجيميل واللي هو gmail.com، الرابط لها غتلقاو في الديسكريبتيف. من بعد كنديرو كخي أن كونت سوا هاد الفوقانية أولا هاد التحتانية، غندخلو المعلومات ديالنا. أنا مغاديش ندخل المعلومات الصحيحة ديالي ولكن غنوريكم المبدأ. من الأحسن أنكم ديروا السمية والكنية ديالكم يكونوا صحاح. فهنا في نون ديتيليزاتور هذا هو اللي كيبان عندنا في الإيميل، أنا خليته هكذا. يعني من الأحسن أنك دير السمية نتاعك بوان الكنية نتاعك، كدير المود باس، غتعاودو هنايا، غندوزو للمرحلة الثانية، غنديرو سويفونت، ندير نمرة التليفون. وضروري أنني ندير النمرة نتاعي اللي كنستخدم، لأنه غيوصلني فيها واحد الإسماس باش غنفاليدي هاد لو كونت. غندير سويفونت، يعني الميساج اللي وصلني في التليفون غندير فاليدي، ندخل التاريخ الزيادة ديالي وندير عاوتاني سويفونت، غندير وي جاكسبت، نضبط لتحت وندير جاكسبت. مبروك عليك، الآن تحصلتي على بريد إلكتروني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.